تتحدى السقوط من سقوط ليلة سقوط بغداد إلى قصة حب إلى داعية وأعمال كثيرة جدا. ألتقت على الأعمال التي تقدمها التحديات الصغيرة، وقالت أنا كل دور بقدمه بتحدى نفسي وبفوز بالتحدي لما الجمهور بيشيد بيا. حي معايا الفنانة الذهبية المتميزة والفائزة بجائزة أفضل دور عن مسلسل توربينا يا قلبي النجمة بسمة. الجميلة المتميزة بسمة وتمرين خاص جدا لامرأتان تمثلان الفن في احتفالات خاصة بدورك. هنا الجنب ده ازاي خالص؟ بعد اذن حضرتك؟ بعد اذن حضرتك. والله ما هتفرق، مفيش مشكلة. نرجع بس احنا عندنا ناس عرفت ان انت جايه مش عايزه اقول لك انا ما بقتش عارفه ارد عليك. يعني كانت مشكله ايهام شاهين وبسمه، فقالوا لي لا ايهام شاهين مهرجان لوحدها وبسمه مهرجان لوحدها، فليه بقى بعض الاسماء الثانيه كمان يعني عملت تطور؟ باسم وناس كتير. في البداية بشكرك ان انت قدرت تختاري الساعة دي ما وعرفيني، وهسيبك تشرحي كلمة أمورك على الأمور اللي اخترتي فينا يا قلبي، العمل الناجح، التعليم. دكتورة صالح وأستاذ سيد، وأشكر أستاذ سمير، أنا آسفة جدا، وجميع الحضور. وده شرف كبير ليا، انا يعني